مساء الخير، ونقول يا رب تكونوا طيبين، ونقول مساء الفل على العقول الواعية والضماير اللي ما بتعرفش تنام ولا تكن أو تمشي جنب الحيط ورافضة مثل الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. مساء النور على الهمم القوية وأصحاب القامات العالية في كل مكان وأي موقع، اللي راكبين قطر الوطن مش قطر أي نظام، اللي بياكلوا من عرق جبينهم بشرف مش بياكلوا على كل الموائد، اللي بيقولوا يا رب دايما اغنينا بالحلال وقدرنا نكون قد المسؤولية مهما كانت كبيرة أو صغيرة، منصب أو كلمة، لأنهم عارفين إنها أمانة هيتسألوا عليها يوم العرض على صاحب الملكوت. ونبدأ كلامنا النهاردة من حلقة امبارح اللي كان ضيفي فيها سفير مرضى الهيموفيليا في مصر، الحقيقة عبد الرحمن الشبيني هو جه يقول كده: أنا سفير مرضى الهيموفيليا في مصر. عبد الرحمن 11 سنة من اسكندرية، شرفني هو ومامته الطيبة الأستاذة رانيا الصاوي امبارح في حلقة تحياتي. اللي ما شافش الحلقة أقول له إن في تقريباً 10,000 طفل في مصر بيعانوا من مرض الهيموفيليا، اللي معناه ببساطة عدم تجلط الدم أو التخثر. مع أي جرح أو حادثة المريض بيفضل ينزف حتى لو كانت سنانه بتشق، زي الفاضلة مامة عبد الرحمن ما شرحت لنا. عبد الرحمن فعلا امبارح كان سفير لعلاج مرضى الهيموفيليا، وردود الفعل كانت حلوة من الطيبين من حضراتكم. ولما سألت عبد الرحمن نحل المشكلة ازاي، عبد الرحمن 11 سنة، قال لي: مصر محتاجة علم ووعي. قبل ما نكمل وقبل ما نشوف ربنا كرمنا بإيه النهاردة، تعالوا نشوف جزء من حلقة امبارح. مفيش تأمين صحي، التأمين الصحي لما بيروحوا بدأت يطلعوا كرايو، الكرايو مش علاج، الكرايو فيه مشتقات الدم كلها فيها فيروس. 70% من مرضى الهيموفيليا جالهم فيروس سي. فيروس سي بدأوا يتعالجوا من فيروس سي، قالوا لهم اكتبوا اقرار على نفسكم ان انتوا ما بتاخدوش مشتقات دم. طب انت بتطالب واحد دلوقتي حياته هي انه ياخد دواء علاج دم، وفي نفس الوقت هو عنده فيروس بياكل في الكبد بتاعه، طب انت تعالجه ازاي؟ يعني انت حطيته بين خيارين، يعني انا اسف ان انا اقول كده، يموت كده يموت كده. احنا محتاجين ايبر فاكتور، ما حدش يقول انا عندي كرايو، مش عايزه مشتقات دم، ومش عايزه جمعيات تتكلم باسامينا. ايه اكتر حاجه محتاجينها، الامكانيات ولا التفكير الصح؟ اكتر مين اللي محتاجينه اكتر؟ ان مصر بجد محتاجه علم ووعي. علم ووعي. وعي في كذا حاجه بقى. ده غير طبعا الوعي الصحي اللي هو دلوقتي احنا بنتكلم يعتبر عليه. انا يعني في الوعي كده، وعي صحي مفيش وعي صحي طبعا في كل الامراض. يعني مثلا زي دلوقتي زي ما ماما قالت، مرض الهيموفيليا مفيش، يعني احنا اكتر في دكاتره كتير بالهبل رحنا مش عارفين ايه يعني ايه هيموفيليا. انا لو تعورت اي تعويره ممكن انزف وبحتاج عليها ابره، والابره زي ما بتهيألي ماما قالت ان هي ب 2000 دلوقتي ومش بنلاقيها بسهوله، فمرمطه. يعني الحياه تعليقي كان على كلام عبد الرحمن في الجملتين دول تحديدا، الجمله الاولانيه مصر محتاجه وعي وعلم، والجملة الثانية يعني الحقنة مش بنلاقيها بسهولة بتبقى مرمطة. فأنا قلت له: عبد الرحمن أنت بتقول جمل بترشق، اللي هي الجملة المباشرة اللي تعبر عن الحقيقة أو تعبر عن الموضوع أو الموقف من غير مزايدات، من غير لف ودوران، وتوصل وترشق في القلب. تحياتي مرة تانية لعبد الرحمن وكل اللي زيه، وتحياتي للعظيمة الطيبة والدته وكل اللي زيهم. لكن الحقيقة إن بعد الحلقة، وده اللي هو بقى الجزء الثاني اللي بعد الحلقة ما خلصت، تليفونات ورسائل من حضراتكم كلها كانت بتسأل سؤال واحد بس: طيب لحد الدولة ما تحضر في علاج حقيقي لمرضى الهيموفيليا بالحقن الفاكتور هيومن 8، الخمسمية أو الألف، مش بالبلازما اللي نقلت أمراض وفيروس سي للمرضى، نعمل إيه ونساعد إزاي؟ ده كان سؤال حضراتكم بعد الحلقة امبارح من طيبين، مش عايزة أقول لكم من مصر ومن برا مصر، وده شيء ربنا يكرمكم عليه. أول الغيث قطرة، اتصل دكتور أحمد الخربوطلي الحقيقة رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد مصطفى محمود، وقال إن الجمعية ممكن تساهم إنها تكون هي المتلقي للتبرعات، وإنها تشتري الحقن،
وتخصص التبرعات اللي هتجيلها مننا او من اللي عايز لمرضى الهيموفيليا بس. يعني حضرتك ممكن وانت بتتبرع في الجمعيه تقول ده لمرضى الهيموفيليا بس، لان الجمعيه بتعالج امراض تانية. وعلشان كده الحقيقه يعني شكرا لكل اللي اتصل وكان بيعرض فلوس وانا ما اقدرش ان انا اتلقى من حضراتكم فلوس، وشكرا للدكتور احمد ان هو حل الموضوع ان بقى فيه مكان متخصص له سمعه طيبه هو اللي هيتولى الموضوع. الحقيقه معانا على التليفون دلوقتي دكتور احمد الخربوطلي رئيس مجلس اداره جمعيه مصطفى محمود. دكتور احمد مساء الفل. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه الحمد لله. اشكرك على المبادره السريعه دكتور احمد. لا والله بركه في حضرتك اللي بتنشيت او يعني بتظهري مشاكل في المجتمع، لازم كلنا مع بعض نتعاون في حلها. والحقيقه دي مشكله من ضمن المشاكل الكتير اللي احنا بنقابلها، وساعات زي ما حضرتك قلتي ما بنعرفش نعمل ايه عشان نحلها. صحيح. الحقيقه جمعيه مصطفى محمود حضرتك يمكن تعرفيها جمعيه قديمه. صحيح. كان دكتور مصطفى محمود الله يرحمه، واللي ذكرى وفاته كانت امبارح العام السادس. كان حط يعني مبدا ان العلاج لازم يكون داخل لكل الناس بكرامه واحترام. صحيح. يعني الفكره مش ان انا ادي دواء وانا بهين الناس او بعملهم كويس او بعملهم وحش، لا اعملهم كويس واديهم علاج كويس في جو من الاحترام في والانسانيه اللي موجوده. صحيح. فانشا مؤسسه كبيره كانت بتعتني بالمرضى، والدكاتره اللي ابتدوا فيها من اكثر من 25 سنه بقوا اعلام من اعلام المجتمع الطبي في مصر الى حد كبير الحمد لله. الحقيقه مساعده الامراض ومساعده المرضى جزء اساسي احنا بنعمل فيه من سنين طويله. صحيح. احنا عندنا يعني لو قلت لحضرتك امثله بسيطه كده، احنا بنساعد الادويه المستعصيه، ادويه الروماتويد، ادويه الفشل الكلوي، ادويه القلب المفتوح، الحاجات دي بحوالي 250 الف جنيه في الشهر. ما شاء الله. احنا بنساعد في العمليات في المستشفى محمود، لان يعني عيالنا بيخش وفي الاخر تطلع الفاتوره غاليه عليه شويه او محتاج مساعده، بنحاول نساعده بحوالي 300,000 جنيه في الشهر. احنا بنساعد المرضى اللي بيخشوا عشان يعملوا عمليات وما يقدروش يدفعوها بحوالي ادويه بس بحوالي 230,000 جنيه في الشهر، ادويه المناعه الروماتويد والسكر والقلب والحاجات زي كده. العمليات الخطيره والكبيره زي زرع الكبد والكلى والقوقعه احنا بنساعد المرضى في حدود 15 حاله في الشهر، مبلغ 10,000 جنيه شهريا لكل مريض. يعني والله يا دكتور يعني بكل اللي حضرتك بتقوله، اولا اسمح لي يعني لو فيها يعني تتقيل على حضرتك، ان لو في اي حاله جت عندنا احنا محتاجين ان احنا نتواصل فيها مع حد ان احنا نكلم حضرتك. لا ده احنا وظيفتنا يا فندم كده. اشكرك. يعني الجمعيه معموله والدكتور مصطفى محمود عملها عشان كده. الله يرحمه. المريض باحترام، الله يرحمه، عشان يصل المريض يديله الدواء باحترام وباحساس بان هو كرامته محفوظه، ما حصلوش اي نوع من انواع الاهانه اللي احنا ممكن نشوفها. يعني عارف يا دكتور يعني البني ادم بيفضل يعمل حاجه ويسيب اثرها فتفضل حتى تتحط حسناتها يعني في حسابه حتى بعد وفاته. يعني انا ما اعرفش هل هي صدفه ان احنا يعني تبقى امبارح الحاله بتاعه الهيموفيليا علشان تبقى كمان حاله جديده تنضاف ليه يعني مشوار جمعيه مصطفى محمود، ولا لا يعني حاجه بس جت على بالي وحضرتك بتتكلم وبتقول ان ذكرى وفاته السادسه كانت امبارح. الله يرحمه ويسامحه لان هو بالنسبه لنا كان معلم وما زال الحقيقه في السياسه وفي الطب. دكتور احمد حضرتك قلت ان الهيموفيليا الناس ممكن انها تتبرع على حساب الجمعيه في البنك الاهلي فرع نادي الزمالك، فرع سور نادي الزمالك، او كمان انها عن طريق الحوالات البريديه. فانا هسيب حضرتك تقول. اتفضل يا فندم. يعني احنا عندنا البنك الاهلي فرع سور نادي الزمالك حساب 10188. ايوه هقوله مره ثانيه 10188، واحنا كاتبينه على الشاشه كمان يا دكتور. طيب وممكن يجي لنا هو شخصيا او يبعت مندوب هياخد ايصال. والحقيقه احنا مشكله الحساب بس ان احنا بيخش في البول او بيخش في المبلغ العام. احنا احسن ان هو يبعت حد يتبرع عشان نحط الفلوس دي في المكان اللي هو عايزه، واللي هيتبرع لان في ناس يا دكتور كانت من المحافظات الحقيقه النهارده بتسالني، اللي هيتبرع من المحافظات بحواله بريديه يكتب في الحواله لعلاج مرضى الهيموفيليا. واسمه هنبعت له على الاسم اللي فيه الحواله او المرسل هنبعت له التبرع اللي جاي، يا اما نبعته بالبوسطه او هنبعته بمندوب
الهتات المحافظات القريبه. طيب. يعني احنا في الاخر يهمنا برضو ان المريض يحس ان الفلوس دي وصلت ويحس انه يتلقى ايصال بالمبلغ لدفعه طبعا. طيب دكتور احمد انا ما اعرفش الحقيقه، يعني التقديرات بتقول ان مرضى الهيموفيليا ما بين 10,000 ل 15,000 الله اعلم لان ما عندناش احصائيات دقيقه. هيوصلوا للجمعيه ازاي؟ يعني يجوا لحضرتك ازاي؟ او يجوا للجمعيه ازاي خصوصا هم من محافظات مختلفه؟ يعني عبد الرحمن من اسكندريه مثلا. احنا عندنا طبعا لجنه خدمات، لجنه الخدمات دي بيجي لها المريض يقول انا عندي مرض كذا والمرض ده موجود في الاوراق بتاعته، عندنا من الاعضاء هيئات التدريس والاساتذه اللي بيدرسوا او بيعالجوا في المستشفيات والمراكز التابعه للجمعيه، وبنبص عليهم بنتاكد من التشخيص بنحطهم على حاجه زي سيركي كده بحيث ان هو بياخدها في الاوقات اللي هو مطلوبه او لو كان بياخدها قبل العمليه. المهم ان احنا بنحاول دايما يبقى في القاعده موجوده، الادويه موجوده، الفلوس موجوده، عندنا صيدليه بنحفظ فيها الدواء عشان ما يبصش، عندها مستشفى ممكن ناخد فيها الدم او يحتاج دم او حاجه، فالقصه عندنا الى حد ما يعني مقفوله، يعني بحيث ان المريض لما يجي مش هيحصل له اي نوع من انواع ان هو يتحرك في مجال اخر بره المحيط اللي هنكون موجودين فيه. او الكلمه يعني اللي قالها يعني عبد الرحمن امبارح يتمرمط. بالظبط، انا مش عايز اقولها. احنا عندنا يتفضل في جمعيه مسجد مصطفى محمود في ميدان مصطفى محمود في جامعه الدول، اللجنه هتشوفه هيبص على الورق بتاعه خلاص يبقى ده موجود من ضمن المرضى اللي هم بياخدوا الدواء ده. طبعا احنا برضو في برنامج حضرتك جمعيه ان شاء الله هتساعد في حوالي في حدود حوالي 10,000 جنيه شهريا في مرضى هيموفيليا فقط، يعني هيبقى احنا مخصصين حوالي 10,000 جنيه عشان نساعد بيها مرضى الهيموفيليا حسب الحقن اللي هياخدها، واذا جالنا اي فلوس لاي حد تاني او اي تبرعات من اي حد تاني هتتحط في نفس الحساب بحيث ان دايما يتسحب. ولو ممكن لو تحبوا نبعت لكم كشف شهري بالناس اللي اتبرعت وكشف شهري بالناس اللي خدت الحقنه او خدت العلاج المطلوب بحيث ان في رقابه اهليه او في نوع من انواع يعني ان احنا نساعد بعض في ان احنا دايما نوصل الخدمه للمحتاج. اشكرك يا دكتور الحقيقه، يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، لكن اشكرك بكل ما تعنيه الكلمه. باب جديد بيتفتح، يمكن مش الباب الرئيسي، يمكن مش الباب اللي احنا كنا بنتكلم فيه امبارح ازاي ان الدوله تكون حاضره، لكن باب بيتفتح، باب امل بيقول اهو احنا ممكن نساعد ازاي. ارجوكوا وجهوا تبرعاتكم، اتمنى من زمايلي ان هم يحطوا تاني رقم الحساب بتاع الجمعيه للتبرع عن طريق البنك 10188 فرع البنك الأهلي في سور نادي الزمالك، أو حوالة بريدية على جمعية مصطفى محمود في ميدان مصطفى محمود في المهندسين محافظة الجيزة، واكتب علاج الهيموفيليا. احنا محتاجين تبقى دي الخطوة الأولانية تتبعها خطوات تانية علشان نبقى كلنا ساندين بعض. الموقف ده دكتور أحمد الخربوطلي أنا بشكر حضرتك للغاية، كتر خيرك على المبادرة اللي انت دعمتنا بيها. الموقف ده يا سادة بيأكد لنا حاجتين، نمرة واحد إن ربنا ما بيطلبش مننا امتلاك القدرة على فعل شيء، ربنا بيطلب امتلاك النية الحقيقية بس والسعي الجاد لتوصيل رزقه لعباده لأننا مجرد أسباب. الحاجة التانية إن كلنا محتاجين إننا نسند بعض، نساعد بعض، نبقى مدركين إننا ملناش فضل في شيء، إحنا مجرد أسباب يستخدمها ربك علشان نفع العباد. اللهم يعني استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، دعاء الحقيقة يعني أختم بيه الجزء ده قبل ما نخرج فاصل ونكمل إن شاء الله بعدين. ومن موضوع الحقيقة عبد الرحمن في اسكندرية والرغبة انك انت او الايمان ان احنا كلنا ممكن نعمل حاجة، خلينا نتكلم بهدوء عن اللي حصل في اسكندرية الاسبوع اللي فات. وسؤال كان بيتردد طول الايام اللي فاتت، هو المحافظ السابق هاني المسيري يتحمل المسؤولية عن اللي حصل ولا ما يتحملهاش، لانها موروث كبير من الفساد والخيبة التقيلة. أجاوب حضرتك وأقول لك طبعا يتحملها، حتى لو الإرث كان تقيل والخيبة منتشرة ومتوغلة ومستمرة. ليه؟ أقول لك بقى، السنة اللي فاتت المحافظ السابق طارق المهدي اتشال من اسكندرية في موقف هو زي ده بالظبط،
غرق اسكندرية في مياه المطر. صحيح ما حصلش وفيات، لكن حصل غرق برضو. ماشي، يبقى لو محافظ اسكندرية ما يعرفش أي شيء عن الإدارة ولا أصولها، ويدوب بيدير بمنطق اليوم بيومه، هناكل إيه النهاردة، كان لازم يتعلم من راس الديب اللي طارت على رأي الثعلب إن هو يعمل إيه. كان لازم يخلي باله إن في إن هو جه بعد محافظ اتشال في أزمة مية. طيب هو يعمل إيه؟ أقول لك برضو وأجري على الله. بقى هيئة الأرصاد والإسكندرانية بيقولوا لك إن اسكندرية بتتعرض كل سنة ل 18 نوة. كام حضرتك؟ 18 نوة. وبما إن الإيد قصيرة والعين بصيرة، ده المفترض، ودارسة ماجستير بقى ومش عارف يعني إيه في الإدارة وبتلعب رياضة، والمفترض إن أنا بتاع مواعيد، والمفترض إن أنا بتاع الأجندات، فأنا كان ممكن أحسب مواعيد النوات وأسلوب مواجهتها وكمية المطر المحتمل في سقوطها وعدد البلاعات اللي عندي وعربيات الشفط اللي أنا محتاجها، وأحسب الفرق ما بين الإمكانيات والمتوقع من اللي ممكن أواجهه، وأفكر هدبره إزاي، الفرق ده هدبره إزاي. وعشان خاطري ما حدش يقول لي ما انت ما شفتيش فيديو المحافظ وهو بيأكد على اللواءات ورؤساء الحي اللي تحتيه انهم يخلوا بالهم. اصل الفيديو ده بالنسبة لي قاعدة مصطبة، مش ادارة وعلم وفن وهندسة. طيب المحافظ بقى عمل اللي احنا قلنا عليه؟ لا يا فندم، المحافظ ما عملش ده لاسباب كتيرة، اهمها انه ما حطش اولويات للي لازم يعمله في محافظته من يوم ما جه، سواء من حيث اللي لازم يعمله او الامكانيات المطلوبة وازاي هيكملها، او حشد المواطنين علشان يعرفوا ان هم كمان جزء من المشكله وجزء من الحل بسلوكياتهم، بمشاركتهم، باهتمامهم، بخوفهم على المكان اللي عايشين فيه. المحافظ في اسكندريه بالمناسبه، انا ما اعرفش المحافظ ده غير مره واحده بس، ما شفتهوش غير مره واحده بس في مناسبه عامه، لكن المحافظ ده وغيره، لكن اللي حصل في اسكندريه حاجه لازم نقف عندها ونتعلم منها. المحافظ بقى انحصرت انجازاته في ايه؟ انه تصور وهو بياخد جايزه موسوعه جينيس للارقام القياسيه عن اطول مائده افطار في رمضان اللي فات، بمنطق العرب اكبر طبق فول واكبر قرص طعميه واكبر طبق تبوله، الخيابه اللي احنا فالحين فيها كعرب. الكارثه بقى ان مائده الافطار دي انتهت بفضيحه وخناقه للي بيفطروا، لان هم اتخانقوا مع بعض قدام الكاميرات بالمناسبه. الإنجاز الثاني للمحافظ كان الترام كافيه أبو تذكرة بخمسة جنيه اللي غرق في أحداث النوة الأخيرة. طب بذمتكم ده كلام؟ وشوف بقى لما ربنا ياخد منك كمان بصيرة الكلام والإحساس بالكلمة واللحظة ومعاناة الناس. اسكندرية تتشل في المطر والناس تبقى واقفة في الشارع والمية للركب والناس مش عارفة تروح في حتة، وستة ماتوا بعد سقوط كابل الكهرباء عليهم، وأهالي مش عارفين توصل لعيالها في المدارس، والمحافظ يطلع بتصريح يقولك فيه أزمة الصرف والبلاعات هتنتهي السنة الجاية في 2016 لما نوفر 75 مليون جنيه، اللي هو يمصبتي على رأي شويكار. هو في حد يقول كلام زي ده في اللحظة دي حتى لو حقيقي؟ أنا ما يعنينيش دلوقتي إنك توفر ال 75 مليون جنيه ولا المشكلة تنتهي إمتى، المهم أنا هخرج من المية دي إمتى، هروح بيتي إمتى، اللي مات ده هتتصرف معاه ازاي؟ زي ما يكون واحد بيته بيتحرق لا قدر الله مثلا، وانت تقول له اطمن المطافي جايه كمان شهر. حدوته بقى ان البلعات كانت مسدوده بالاسمنت علشان الاخوان عملوا مش عارف ايه مع افتراض حدوثها، برضو خيبه. اللي ما رجعش واللي ما تابعش واللي ما عملش اختبار للقدره على الاستيعاب قبل مواعيد النوه بيوم او اتنين علشان يتاكد ان كله تمام، غلطته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اعقلها وتوكل. عشان كده اللي بيقولوا ما هو بيحصل في أمريكا وبيحصل في فرنسا وبيحصل مش عارف فين، يا فندم ده كلام مش صح، لأن هناك في أوروبا والدول المتقدمة عملوا اللي عليهم، لكن الطبيعة كانت لها كلمة أقوى. لما نعمل اللي علينا نبقى نرمي همومنا على القضاء والقدر، ونبقى نقول ما هو بيحصل في مصر زي ما بيحصل في كل دول العالم، غير كده نبقى بنضلل الناس. السؤال الأخير، هو المحافظ لوحده هو المسؤول؟ طبعا لا، مش هو لوحده المسؤول، المسؤولية موزعة على كل المستويات، على اللي رشحه واختاره وما قيمش أداؤه وما سمعش شكاوى الناس من شهور من تدني أداؤه، ومع منظومة عدم تقييم الأداء
اللي ما حدش عارف هي ماشيه ازاي، ومع رؤساء احياء هما كمان لازم يتحكموا بسبب الاهمال والتقصير حتى لو كانوا لواءات. الكل امام القانون سواء. وعلشان نتعلم، علشان نبقى صح، علشان نتحرك لقدام، لازم يبقى القانون هو اللي بيتطبق على عليا وعلى حضرتك، وبنقيم اداء كل واحد فينا. وقبل ما نقفل ملف الكلام ده، خلينا نقول مش مهم نشيل ألدو ونجيب شاهين، المهم نكون عارفين ألدو اتشال ليه وأثر في ايه، وشاهين هيجي يعمل ايه، ونقيم نجاحه أو فشله بأي معايير. الفيلم اللي جاي ده بقى هنشوف فيه عملية جراحية على أعلى مستوى توريك اهتمام الناس بالتفاصيل وإتقان العمل وإجراءاته والشغل يتم ازاي. والأهم إن مفيش عمل ضئيل وحاجة وعمل مهم، كلنا بنأدي واجبنا، كلنا بنعمل أعمال مهم. الفيلم ده إهداء لمحافظ اسكندرية السابق ومحافظ اسكندرية الجاي، ولكل مسؤول في البلد، ولكل مواطن في أي موقع من مواقع المسؤولية. والنبي ركزوا في الفيلم وشوفوا الإحساس فيه، وهنرجع نكمل عليه. يعني بص، ممكن تقول بعد ما تتفرج على الفيلم ده، يعني الحقيقة هملني يا بوي، أنا كلبي كايد نار. يعني لسه أنا وشريف كنا بنتكلم يعني بجد بكل ما تعنيه الكلمة دي. مش تغيير بلاعة، ده عملية فهمة وعملية إيه ده يعني. لا لا لا، يعني زمايلنا بيقولوا لي الناس دي مستفزة. لا، إحنا اللي مستفزين، إحنا اللي متأخرين.
والموضوع ملوش علاقة بقى بالتقدم التكنولوجي والإمكانيات، الموضوع له علاقة بإجادة الشغل، بفهمي لدوري، بإتقاني لعملي. يا سادة يا أفاضل، أنتوا لطول النهار رايحين على الجوامع والكنايس تقولوا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأنتوا ما بتتقنوش شغل. يا سادة يا أفاضل أبوس إيديكوا، أنتوا محتاجين تتعلموا ده. لا تعليق سوى إن البلاعة فن وعلم وهندسة. الحقيقة الفيلم اللي هنشوفه دلوقتي بقى لازم نبص عليه علشان نسأل بيتعمل ازاي، علشان لازم نعممه في محافظات بتتعرض للسيول زي سينا واسكندرية على سبيل المثال، على الأقل بدل ما نغرق في شبر مية طول الوقت. والعلم زي ما بيقولوا نورم، أسفلت بيشرب المية، لا دجل ولا شعوذة أهو، واتفرج يا سلام نشوف الأسفلت ده. يعني مش عارفة يعني نعمل ايه تاني، نقول لهم ايه تاني. الناس دلوقتي بتفكر في ده، اسفلت بيشرب المية، اسفلت مهما كانت كمية المية المتساقطة، اسفلت ما بيتاكلش لانه مش مغشوش، برضه عشان بس تبقى الامور واضحة، اسفلت له معايير، اسفلت بيشتغلوا عليه علشان لما بقى الطبيعة تثور، لما الطبيعة تغلس، لما الطبيعة تبقى بتعمل حاجة فوق طاقتهم، يبقى هم عملوا اللي عليهم. هو ده بقى المفروض نقول، لما نعمل اللي علينا نبقى نقول بصوا فرنسا، بصوا أمريكا، بصوا الإعصار، بصوا العصفورة. وإياك تبص على العصفورة كتير، ركز وركز وركز. نكمل بعد الفاصل. رجعنا تاني الحقيقة علشان نكمل، بس أنا كنت سرحانة في العملية الجراحية اللي شفناها بتاعت البلاعة دي. فعلا البلاعة فن ولعب وهندسة. نرجع تاني دلوقتي لحاجة حصلت امبارح، لكن قبل ما نتكلم عليها عايزة أسأل حضراتكم، فاكرين صورة الطفل السوري إيلان الكردي اللي غرق مع أخوه غالب الكردي في أول سبتمبر اللي فات وقت محاولة أسرته أنها تبحر من تركيا في المكان اللي كانوا مقيمين فيه كلاجئين؟ دي صورة الحقيقة إيلان، الصورة الشهيرة لو تفتكروها، الطفل إيلان الغرق على شواطئ تركيا في لما كانوا هربانين أو كانوا لاجئين في قوارب مطاط. يومها وكالات الأنباء العالمية لو تفتكروا ما سكتتش، يومها تركيا عملت جنازة لاستقبال جثمان الطفل إيلان الكردي ودفنه في تركيا. تركيا نفسها يعني ذات نفسويتها، تركيا اللي بتموت الأكراد. بس ما علينا التفاصيل. فاكرين لو حضراتكم تفتكروا احنا قلنا ايه يومها هنا رغم مأساوية الحادث وصورة إيلان اللي هي كانت حزينة؟ يومها قلنا زي ما انتم شايفين كده على الشاشة، رغم الأسى لما وصلنا له وقد لخصت صورة الطفل السوري الغارق معاني كثيرة، ولكن احذروا ما يحدث، هم يستخدمون اللاجئين للدفع بنا لتقبل خطوتهم المقبلة. لأننا ببساطة هو العالم قرر أنه هو يصدر لنا صورة ضرورة تدخله بقوات وسلاح أكبر. ببساطة كان العالم بيقول وقت صورة إيلان دي بشار لازم يمشي، ومش مهم ايه اللي يحصل بعد كده، المهم المخطط يكمل. امبارح بقى في بيت لحم في فلسطين اسرائيل كان في مواجهات عنيفة وسخيفة ولا انسانية مع الفلسطينيين الجمعة علشان المسجد الاقصى والوصول ليه اللي بادئ من اول اكتوبر. اسرائيل وصلت غباوتها في قتل شبان فلسطينيين واطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم. هنا بقى نيجي للنقطة اللي بتربط ما بين إيلان وإن الصورة بتاعت إيلان كانت علشان استغلال الصورة لإنها تعمل مشاعر معينة، إنها تعمل مشاعر غضب عند على النظام السوري، وما بين اللي حصل امبارح في بيت لحم في
في فلسطين. رضيع ودي صورته هنشوفها دلوقتي، اسمه قاسم النشاش. رضيع زي ما حضراتكم شايفين، تضربت الأقوال حوالين إصابته باختناق أو وفاته نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع بغزارة. إزيكم بقى؟ أنا لا شفت صورة قاسم النشاش في كل محطات الأخبار في العالم، ولا اتعمل ليها بكائية نعيط فيها على خيبتنا وعلى الأطفال وعلى موتهم وعلى أحلامهم المهدرة، ولا شفت صحفيين بيكتبوا على الطفل اللي هو ما لحقش يعمل حاجة، ما مشيش حتى، يعني هو شم بس، ولا سمعت ناشط ولا حقوقي من بتوع التمويل نشر صورته وصورة يعني قاسم النشاش الطفل أو الرضيع الفلسطيني وقال الحقوا يا عالم، فين ضمير العالم، فين أحلام قاسم النشاش؟ يعني قال له هو مش إيلان ضحية وقاسم ضحية، ولا قاسم قاتل وإحنا ما نعرفش؟ فين إعلام الغرب ومخابراته؟ هما ما سمعوش عن قاسم النشاش؟ إسرائيل ما صدرتش الصورة؟ طيب بهذه المناسبة بقى اللي مش سعيدة، خلينا ندخل على حتة تانية علشان تعرفوا إن إحنا بنفهم متأخر، البعض مننا بيفهم متأخر، البعض مننا ما بيقراش الصورة كاملة. توني بلير رئيس الوزراء البريطاني طلع علينا من كام يوم وقال الحقيقة، يعني تصريح قال إنه بيعتذر فيه عن الحرب على العراق في مارس 2003. اعتذر فعلا، اعتذر عن إن غزو العراق اعتمد على معلومات غير صحيحة عن امتلاك العراق لأسلحة سموها وقتها أسلحة دمار شامل. والحقيقة هي لا طلعت شامل ولا طلعت في أسلحة ولا طلع في أي حاجة خالص، طلعت بلح. بلير قال بالنص اعتذر عن بعض الأخطاء في التخطيط، وبالتأكيد عن خطأنا في فهم ما سيحدث بمجرد الإطاحة بالنظام. ووضح بلير أن غزو العراق وإسقاط نظامه هو السبب في ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق. هنا نحط نقطة ونقف، مش عارفة على أي أساس مستر بلير بيعتذر بعد مرور 12 سنة اتحولت فيها العراق لعنوان متجسد للفشل السياسي والكوارث الإنسانية. يعني هو لو قضى عمره وعمر بلاده وحلفائهم يعتذروا عن اللي عملوه، برضه هيكون اعتذارهم من غير معنى، لأنه عامل زي اعتذار مصاصي الدماء. وأبرز تعبير عنها كان فيلم أمريكي أنتج سنة 91 كان اسمه صمت الحملان، The Silence of Lambs، كان بطولة جودي فوستر وكان كمان فيها أنتوني هوبكنز، وفاز بأكتر من جايزة أوسكار. الفيلم ده كان بيحكي قصة مصاص دماء بياكل لحم اللي بيقتلهم، وبعدين يروح يمارس حياته كدكتور مشهور بشكل طبيعي جدا، وبيساعد البطلة كمان بعد كده في اكتشاف لغز جرائم جديدة بيرتكبها مصاص دم تاني. كان بطل الفيلم أنتوني هوبكنز كان بيقوم بشخصية هانيبال ليكتر اللي بيمص الدم وياكل لحم ضحاياه ببساطة. لما شفت توني بلير في نشرات الأخبار بيعترف وبيعتذر كده عادي، يعني وهو مش فاكر حجم ومعاناة الضحايا اللي تسبب فيهم عمله ده، افتكرت فيلم صمت الحملان. وخلوني أكلم السيد بلير بلغته وأفكركوا أنتوا كمان لغة الأرقام، أفكروا باللي دفعوا العراق من يوم غزوه في مارس 2003، يمكن يعرف إن اعتذاره ملوش لازمة، أو لو يحب يحاسب على المشاريب ممكن يبدأ يدفع مع إنهم عمرهم ما دفعوا. مستر بلير، على مدى السنين اللي فاتت أنتم قتلتم مئات الألاف من العراقيين وشردتم 3 مليون لاجئ، ده غير ملايين من النازحين اللي ضاع منهم المأوى والأمان والأهل. مستر بلير، انت مش شايف نار الفتنة الطائفية اللي بتنهش في العراق وبتفتته بشكل فاق توقعاتكم انتم وتوقعات مخابراتكم، والحدوتة مش هتقف عند الدول الثلاثة شيعة وسنة وأكراد، لكن كمان هيطول الشيعة انقسامات بين الولاء لإيران والولاء للعراق، وهيطول السنة انقسامات بين داعشيين وقاعدة وأبرياء ما يعرفوش غير وجه كريم؟ نهيك بقى عن بقية الشعب العراقي المنتمي لجذور مختلفة كان بيجمعهم زمان أرض اسمها عراق.
وإذا كان الاعتذار بقى مش هيوفي الأرواح اللي حصدتوها حقها، تعال أكلمك بالاقتصاد. إيه رأيك في انهيار اقتصاد ثالث أكبر دول العالم تصديرا للبترول؟ العراق يا سادة ثالث أكبر دول العالم تصديرا للبترول قبل الخيبة اللي مرت عليها بدعوى إن عندها أسلحة دمار شامل. مستر بلير، إيه رأيك في الفقر والحاجة والعوز اللي بيعاني منه العراقيين؟ تصدق الأسر العراقية كانت بتتمتع بالكهرباء طول 24 ساعة قبل الغزو، طبيعي. دلوقتي بقى معدل وصول الكهرباء في اليوم في أفضل الظروف ما بيعديش 8 ساعات. تصدق إن بلاد الرافدين ودجلة والفرات أم التربة الخصبة صاحبة المية الوفيرة مش لاقية قوت يومها ولا المية النظيفة للشرب. تصدق إن أثرنا العربية في بغداد قبلة الحضارة العربية اتسرقت واتنقلت لمتاحفكم وقصور أغنياءكم وسمسرة الآثار في بلادكم على إيد عساكركم ومسؤوليكم اللي استباحوا الأرض والمال والعرض. قولي بقى، نقبل اعتذارك عن إيه؟ عن تدمير الإنسان ولا تدمير الوطن؟ عن نهب الحقوق اللي بتدعوا دفاعكم عنها بمنظمات مشبوهة وممولة من مخابراتكم؟ ولا عن دهس الأحلام في حياة أمنة، حياة أمنة بس لملايين من البشر ما عرفوش معنى الوطن إلا لما هتكت أسلحتكم أرضهم؟ مستر بلير، بتتكلم زور عن معلومات غلط خلتكم تاخدوا قرار غلط بغزو العراق وهدم المعبد على أهله، لكن ده برضو كلام مش حقيقي وزور، وحتى اعتذارك كاذب. ليه بقى؟ لأن التخطيط للتخلص من صدام حسين وغزو العراق سبق التاريخ ده بسنين بعيدة جدا، واكتملت الرؤية سنة 2000 قبل انتخاب جورج دبليو بوش الابن، لما سلم ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وبول وولفويتس مذكرة للإدارة الأمريكية أكدوا فيها على أن مصالح أمريكا تستدعي التدخل والتواجد الدائم في الخليج العربي والتخلص من صدام حسين نهائيا نهائي. مستر بلير، لازم تعترف ان العراق كان المفتاح لغزو المنطقة كلها بمبرر الإصلاح ونشر الديمقراطية. لازم تعترف انك وبلادك وحلفائها ما تعرفوش غير لغة المصالح الاستعمارية مهما تغير أسلوبكم في ده، ولذا نعتذر احنا كمان عن قبول الاعتذار لأنه ملوش عازة. نعتذر احنا كمان عن قبول الاعتذار لأنه ملوش عازة. وعلشان ما ننساش الحقيقة، تعالوا نشوف الفيلم ده يمكن يفكرنا ويمكن ينور بصائر ناس. الفيلم ده فيلم إنتاج أمريكي، تعالوا نشوف بيتكلم عن العراق إزاي. مستر بلير، اعتذارك ملوش عازة. Over the years, UN weapon inspectors have been threatened by Iraqi officials, electronically bugged, and systematically deceived. Peaceful efforts to disarm the Iraqi regime have failed again and again because we are not dealing with peaceful men. Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. This regime has already used weapons of mass destruction against Iraq's neighbors and against Iraq's people. It has a deep hatred of America and our friends, and it has aided, trained, and harbored terrorists, including operatives of Al-Qaeda. Many Iraqis can hear me tonight in a translated radio broadcast, and I have a message for them. If we must begin a military campaign, it will be directed against the lawless men who rule your country,
and not against you. We will deliver the food and medicine you need. We will tear down the apparatus of terror, and we will help you to build a new Iraq that is prosperous and free. In a free Iraq, there will be no more wars of aggression against your neighbors, no more poison factories, no more executions of dissidents, no more torture chambers and rape rooms. The tyrant will soon be gone. The day of your liberation is near. قبل انتخاب جورج بوش الابن كرئيس للولايات المتحدة، قام ديك تشيني ورامسفيلد بكتابة مذكرة تحت عنوان إعادة بناء القدرات الدفاعية للولايات المتحدة في سبتمبر عام 2000، أي قبل عام من أحداث سبتمبر 2001. وورد في هذه المذكرة ما معناه إنه وبالرغم من الخلافات مع نظام صدام حسين، والذي يستدعي تواجدا أمريكيا في منطقة الخليج العربي، إلا أن أهمية وأسباب التواجد الأمريكي في المنطقة تفوق سبب وجود صدام حسين في السلطة. طبعا كل الوعود اللي جورج بوش قالها، جورج دبليو بوش الابن قالها، طبعا اتحققت. يعني هو الحقيقة كان بيتكلم وبيقول ان هو خلاص ثبت لهم ان النظام في العراق بيستخدم وبيصنع اكتر الاسلحة فتكا. يعني النظام سقط في ايام ما عرفش يعمل ولا استخدم فتكا ولا اي حاجة، وحرام هيستخدمها ضد شعبه وجيرانه، وان بيدرب الارهابيين والقاعدة. ما كانتش داعش لسه طلعت بقى، يعني انت عارف داعش اتعملت في العراق ده وفقا لتصريحات واعتذار توني بلير. بوش كمان قال لك بقى، وكان بيخاطب يومها العراقيين وقال لهم الحقيقه، يعني اتمنى ان زمايلي يحطوها يعني ويندو في اللي هي الجزء اللي بيقول فيه انا عارف ان العراقيين بيسمعوني النهارده، بيسمعوني النهارده، وانا مش جاي ضدكم، انا الحقيقه هكافح نظام وحش قاسي، حنوفر الطعام والدواء وحنبني عراق حر جديد. يا سلام والله حعيط، مفيش حروب تاني ولا تعذيب، على اساس ان ابو غريب في 2004 كان مثلا عندنا في مصر هنا او في بلاد وائل ما علينا، ولا اعدامات، احنا هنحتفل بيوم التحرير. يا سلام والله العظيم، كلام سيناريو حلو قوي. طبعا العراق زي ما حضراتكم شايفين على مدى 12 سنة فعلا، يعني صدق بوش والأمريكان والإدارة الأمريكية صدقت في وعودها. العراق عرفت الحرية والأمان لما صدقوا كلام بوش. العراق عايشة دلوقتي في النعيم، العراق شافت الديمقراطية، والحمد لله ناسها تعالجوا ومش خايفين. الرسالة دي الحقيقة رسالة مش بس ليه علشان نقول ادي وعود الغرب، لكن دي رساله للي لسه مصدقين امريكا والغرب في السعوديه واليمن وليبيا وسوريا ولبنان واي بلد عربي. رساله للنشطاء المتمولين من بلاد بتدعي الدفاع عن الحقوق والعطف والحنيه، ما تصدقوش كذبهم، واشتغلوا من جوه بلادكم بمجهودكم بتمويلنا كلنا، ولو قرش على قرش لو انتم فعلا صادقين. رسالة الفيلم ده للساخطين الناقمين اللي طول النهار مسودينها في وشنا وشايفين ان مفيش فايدة، وفعلا مفيش فايدة منهم طول ما الامل غايب عنهم. رسالة للمسؤولين في بلادي ايا كان موقعهم، اخطأنا دايما سلاح في ايد اعدائنا، والخطأ رفاهية ما نملكهوش ولا نملك رفاهية تصحيحه، فأبوس إيديكم، خلوا بالكم وصحوا وعيكم وضمايركم، بلادنا أمانة. رسالة للمواطنين، عيشوا عيشة أهاليكم وامسكوا في عاداتكم وتقاليدكم وأخلاقكم، امسكوا في بعضكم وصلحوا كلكم، صلحوا نفسكم، كلنا مأمورين بالإصلاح في مكاننا
وهنتسائل عليه. بالمناسبه دي بقى الحقيقه، يعني طالما ان احنا بنتكلم وبنختم حلقتنا، هو لا مؤاخذه يعني ايه عيد الهالوين؟ لا مؤاخذه يعني اعرف عيد العدرا، اعرف مولد السيد البدوي، اعرف عاشورة، اعرف العيدين، اعرف الكريسماس، اعرف حاجات كتيره قوي كنا بنحتفل بيها هنا، اعرف شم النسيم، اعرف يعني راس السنه الميلاديه وراس السنه الهجريه، لكن هالوين عيد العفاريت، هو احنا ناقصين لا مؤاخذه عفاريت؟ دول طالعين لنا في عز الظهر. يعني ايه نحتفل في مدارسنا وفي بيوتنا وبعض الاهالي تجيب لاولادها لبس تنكري ومدارس تحتفل بعيد الهالوين؟ عيد الهالوين يا ساده هو عيد بيحتفل بيه الامريكان علشان يعملوا بيه يعني قال كده يعني عيد الشياطين، عيد العفاريت وتحضير الارواح. ايه علاقته بينا؟ البعض النهارده بيقول لك اصل الولاد بيفرحوا وبيجيبوا بونبوني ويخبطوا على البيوت وياخدوا من البيوت توفي وبونبوني وشوكولاته ويوزعوها على بعض وبيبقوا فرحانين وهم لابسين لبس تنكري وزي الفل. هم يعملوا كده في بلادهم، هم احرار، هم ما عندهمش تراث، هم عمرهم 200 سنه 300 سنه، انا عمري 7000 سنه وعندي في موروثي كتير من الاعياد. لو انتوا عايزين تفرحوا العيال انا ممكن اخلي لكم كل يوم، كل يوم فيك يا مصر عيد العيال تحتفل بيه، عيد العيال تحس بيه بهويتها. ما تضيعوش هويتكم. هالوين ايه وكلام فارغ ايه وهويه فارغه ايه؟ هنفضل ناخد منهم ايه تاني؟ هالوين ما يخصناش. شياطين ايه وعفاريت ايه؟ كفايه العفاريت الزرق اللي مطلعينهم لنا ليل ونهار، كفايه العفاريت الزرق اللي هم مصدرينهم لنا، كفايه العفاريت الزرق اللي رافعين في وشنا السلاح. عفاريت ايه تاني اللي انتم بتقلدوهم فيه؟ قلدوهم الحقيقه في صناعه البلاعه، قلدوهم في صناعه الاسفلت اللي بيشرب الميه، قلدوهم في احترام قواعد العمل. لكن هو احنا ليه دايما بنيجي في الهيفه ونتصدر ونقول خلي العيال تفرح؟ لا يا فندم انا اسفه، ولادي ما يحتفلوش غير بثقافتهم. ولادي ليهم الحقيقه تقاليد وعادات وقيم هي اقدر انها تفرحهم وتبسطهم وتخليهم كمان واقفين على ارض صلبه. هم همهم من الغزو مش بس الحقيقه ان هو ياخد ثروتك، لا، ياخد عقلك، ياخد هويتك، فتبقى منبطح في كل شيء، مالكش هويه. بني ادم عالمي يعيش العولمه وظروفها ومقدراتها ويتكيف معاها، فيبقى يمين يمين يروح، شمال شمال يمشي مع يعني مع الموجه. ارجوكم واتوسل اليكم، احنا مصريين، احنا عرب، احنا ما نعرفش يعني ايه هالوين. هالوين من يومنا والله وعقولنا مهيسه. لو احنا هنعمل ده يبقى عيب علينا، يبقى احنا اللي بنديهم الفرصه. تحياتي لحضراتكم، تحياتي، واتمنى انكم دايما تبقى عقولكم حاضره وواعيه. تحياتي علشان نقدر نكمل الفتره اللي جايه، فتره صعبه قوي، سلاحنا الاساسي فيها العقل، اوعى حد ياخده منك. تحياتي.